سيباستيان دي صبر واحد من افضل المدربين الموجودين في القاره الافريقيه حاليا، تقدم منذ ساعات قليله باستقالته من تدريب المنتخب الاوغندي. دي صبر عنده عروض من انديه عربيه وافريقيه كتير، ابرزها نادي الوداد المغربي. اعتقد انه هتبقى خطوه عظيمه ليه كبيره انه يكمل في القاره الافريقيه مع واحد من اكبر الانديه اللي موجوده داخل القاره، نادي الوداد المغربي. دي صبر اعترف او قال يعترف الاتحاد الاوغندي او الاتحاد الاوغندي اصدر بيان وقال انه يعترف الاتحاد الاوغندي بالدور الكبير الذي قام به دي صبر في تحسن اداء ونتيجه منتخب اوغندا، وابرزها اجتياز التصفيات المؤهله لبطوله كاس الامم الافريقيه 2019 في مصر والوصول الى دور ال 16 من منافسات البطوله. تابع الاتحاد الاوغندي دي صبر توجه بالشكر الى الحكومه الاوغنديه والجماهير واتحاد الكره واللاعبين الذين وفروا له كافه مقومات النجاح. دي صبر رائع جدا، كان اداؤه متميز جدا، اعتقد انه من الناس اللي المفروض تستحق الاشاده. طبعا اشاده مستحقه لسباستيان دي صبر المدير الفني بقى السابق لمنتخب اوغندا، بالرغم من الخساره وبالرغم من خروج منتخب اوغندا الا ان هو بيبقى ليه قيمه، بيبقى ان هو ظهر فنيا بمنتخب اوغندا بمستوى كان ممكن غير متوقع، البعض كان عامل حساب بشكل كبير لمنتخب اوغندا ولكن العناصر كانت متجمعه بشكل جيد جدا، فنيا كانوا عاليين جدا، فبالتالي كل الاشاده ليه. ومش كل مدير فني بيستقيل او بينتهي مشواره مع منتخب خرج من البطوله ده معناه ان هو كان مقصر او ان هو حاسس بالذنب، لا، ممكن البعض كان بيشوفها ان هي امم افريقيا دي نهايه مرحله وان هيبقى في خطوات من بعدها هياخدها في الكارير بتاعه. طيب قبل ما نخلص